خلاص. السلام عليكم خوتيكي دايرين لاباس عليكم بخير، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه يونس واشرف. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده كذلك. المهم الفيديو ديال اليوم راه كاينه واحد الهبيله مول الكاميرا كتصورنا، ما غاديش تبان كتبانيش كنقول كتبانيش مسكينه شنو كنقول. المهم الفيديو ديال اليوم عرفت عليا صاحبتي سوريا المطعم السوري، غنجربوا اكل عربي ولا سوري. المهم صافي كنا جربنا شحال من حاجه، ولكن هذا غنجربوا شي حاجه مختلفه تكون سوريه 100% ياك ان شاء الله. تشوفوا معنا الهبه صح؟ اكل سوري؟ ايه اكيد اكل سوري ان شاء الله. ان شاء الله بيعجبكم. غادي نجربوا معكم. هي ديما كتقول لي احكي عربي احكي عربي، داك المغربي كمان عربي. لا بتكون تحكي عربي اليوم لازم. كتقول لي احكي عربي وانا مشكلة ما نقدرش نهضر قدام الكاميرا معايا، يعني عارفين متسبقين المغاربة وما نقدرش مشكلة. تحية تحية كبيرة لأهل المغرب وصديقات أشواق، وإن شاء الله راح أتعلم مغربي وأرجع لكم إن شاء الله. بس قولي شو تعلمتي؟ كدايرين بسألكم كدايرين بسألكم ديروا لسه الجمع والمفرد بعدين. قولي اللي أول مرة يشوف الفيديو، قولي بعدي اللي أول مرة يشوف الفيديو، اللي أول مرة يشوف الفيديو ما تنساوش ديروا اللايك، ما تنساوش ما تديروش لايك لايك ديروا لايك المتابعين المتابعين عندنا كثر ديروا لايك، ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب. المهم اخواتي اليوم غادي ندير لكم بويره في ياسمين ديال الشام، اكل سوري. غادي ندير لكم بويره باذن الله ونوريكم الاكل اللي غناخدو ان شاء الله. ناخدو شي اكل اللي ما عمر ما زرناه ديالهم بالضبط اللي كنت معاكم. واحد الجليسه صغيره اللي بغا يجلس هنايا في البالكون المهم هذا هو المطعم. احنا غنشوفوا المنيو كيكونوا شي اسماء غريبين ما كنعرفش شنو هما. مثلا هذا كباب خشخاش، كباب باذنجان، كباب بالفطر، سكه، ريش غنم، شوق، شيش طاووق. شيش طاووق صح. تكهرب لسه ما بدينا اكل. اشواق اشواق شكلها كتير جوعانه. ايوه والله جوعانه حتى المشكله يبان لي الصوص. بدك خبز؟ ايوه. ليش استني شو بدك تاكل الخبز؟ بشو؟ تبولة بالخبز؟ هاي 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 بالخبز؟ أيوة يا متابعين يا عرب أشواق بدها تاكل التبولة بالخبز. والله لا احنا المغاربة معروف علينا شلالة كناكلها بالخبز. بس بالعكس هاي التبولة صراحة قريبة للشلالة المغربية غير هما كيكتروا الربع وكيديروا شويه ديال المطاشه والبصله. حنا كنديروا بزاف ديال المطاشه والبصله والربع الربع كيكون ولا هو الاكثريه. كنشوفنا كيشدوا ربطه ديال القصبو وهادو كيقربوها وكيزيدوا معها واحد الطريفه ثانيه، وهادي حنا راه كناكلوها بالخبز. لك هاي احنا بناكلها بالخبز، انتم ما بتاكلوها بالخبز. بدها تاكل التبوله بالخبز كيف هيك؟ احرجتنا عند مدير المطعم. لا والله انا باكل الخبز مرات بيني وبين نفسي. عم صلح اسناني ما عم بقدر. هو كيف كان غير بيني وبين راسه انا غير كنا قدامك. اجيت صاحبتك شو اسمها؟ في الجوع في الجوع. هيدي ربي في دوك المقاطع.
مرحبا بكم معنا في قناة ديالي يونسو أشواق، مرحبا بكم معنا في المطعم ديالي ياسمين الشام الموجود بالرمال نور جنب الاتصالات بمدينة العين بالضبط. نحاول نكلم السوري ولا المغربي؟ مغربي سوري ومغربي نعملو ميكس صافي. معنا شي ناس كاينين، اليوم جينا هذا المطعم نجربوا اكل سوري. دابا وصلت المقبلات، غادي نبداو. كيف ما كتشوفوا هذه سميتها كبه، ما تعديش على سميتها ياك صح، كبه. وهي تبوله، الكبه والتبوله سبق لي كليتهم قبل، جربتها. وهذا ورق عنب صراحه مازال ما جربته. شوفي جوا هذو المقبلات، والحين بنستنى مشاوي عربيه. هاي شو اسمه، طاووس ولا طاكوس؟ طاووس مغربي. شو اسمه طاووس؟ شو اسمه؟ شيش طاووس. هلا راح نجرب وراح نقلكم راينا بالاكل. اوكي بس راح نجرب التبول. انا بدي اكلها بالخبز بس ما جابوا لي خبز. احنا المغاربه بنحب كثيرين القصبور والناس. ايوه انا اصلا خلص مغمس. صح. صوري مجاي. يلا اول شيء التبوله، شو رايك بالتبوله؟ التبوله كاني باكل قزبره ومقدونس مع وحامض. ما هي مع حامض؟ ايوه عكس المغرب، والناس كثير احنا العكس. والطماطم كيف ما بتشوفوا الطماطم قليله جدا. فيها بصل؟ لا ما فيها. شو هاي الحبات البيضاء لونها ابيض؟ هي مثل الكسكس ممكن. كسكس يعني شيء هيك. ايوه بسموها الرفيعه. ما عرفت. هلا دور ورق العنب، شو رايكم؟ لسه ما جربته. شو رايكم ورق العنب؟ شو اللي بيسوون جواها؟ هاي جواها احزر. شو جواها؟ فيها ارز؟ يمكن ارز. ارز ايوه. اهم شيء عجبتكم او لا؟ لا حلو. حلوه اوكي تمام. ماشي حال ولا كويسه؟ ماشي حال والله. يعني شو ماشي حال؟ يعني ماشي حال. طيبه. اي خلص هيك اقنعتيني. بعدين الشباب ضحكوا هيك بطاريتها اليوم كاميرا. بس شو ما حتفهم شو الموضوع. ما أنا أول مرة أجرب. ما بعرف، أنا شفت كان في صراصير وشغلات كذا بس ما أحب. شو رأيكم بالكبة؟ والله كبة حلوة، معمرة بالكسر. معمرة بالكسر من الداخل هي، ولكن بس قلنا شو الكبة هاي عبارة عن شو؟ بعرف جواتها لحمة بس هاي اللي من برا شو هاي العجينة ولا من شو مسوينها؟ من دقيق ولا ما بحس دقيق. هذا من شو حسيتي بك؟ اسمر؟ دقيق الاسمر؟ والله لا مو دقيق، دقيق وبرغل الاثنين. أيوة سوا ميكس. ايوه عرفته، برغل. هذا البرغل الناعم صح؟ شو اشواق، شو رايك تاكلي وانت ساكته؟ ولازم اعطي رايي. لكن الفيديو هو كله عباره عن رايي في الاكل السوري. عباره عن رايي. اوكي ايوه صحتين صحتين بالعافيه. كيف ما كتشوفوا الكبه كاينه من داخل منها الكفته والقرقع صح؟ شو كيقولوا القرقع؟ لا ما تحطي، ما تجيبي اصبع يونس حطي بالشام.
غزل السوري. ليه هاك خدي خدي. أضف إلى معلومة. أضف إلى معلوماتك. أضف إلى ذكر. بغيني فيه خدمه بغيني نحقوا له سبعه. الحين جابوا لنا اكل مقبلات مثل احنا عندنا زعلوك والتكتوكه هي اسمها تبولة. هي متبل وهي تبولة بيشبهوا بعض. المهم هذا جربته اكلته قبل. خليني احكي شو هاي. فيه باذنجان مشوي صح؟ جربت. وفيه طحين. ايه وهذا حمص. ايه هذا الحمص. ايوه ما شايف مكتوب عليه حمص. بس شو هي الالوان اللي من فوق؟ ايوه توابل. توابل بهارات. لا هذا سماء وهي فليفله. شو هي سماء وشو هي فليفله؟ فليفله حمراء مطحونه. ايه لانه الحمص بيطلع وش فليفله وهذاك تبل بالبقر السماء لانه بيعطي طعم حامض شوي. يعني اختراع خزع بلاك يعني. هذا حدث ليش الصماء؟ احنا ما عندناش في الوريد. الحين مشوي. على كيفك. على كيف كيف كيف. هي انا فكرت اشواق. هاي حاطين اشواق بالصحن. مايونيز. باذنجان ما كيبانش هنا ولكن هما داك الشويه هو اللي كاين. كيشبه الزيتون واخا انا ما كيبان لكمش هنا باذنجان ولكن كاين غير الطعم اللي كنذوق المذاق ديال باذنجان مشوي. هذا الكباب كفته. حتى هما كيقولوا كباب مع حمص. حمص مطحون قالت لي كيكون زوين. انا غنجرب. حلو. ولكن فاش صورنا ولقاونا كنصورو عجبهم الحال ورحبوا بينا وسمحت لي قطعتك على الهضره كملنا لا هضره قطعتو اي باش ما نطولوش. المهم مول المطعم براسو بنفسه هو كان كيجي كيستقبلنا وكيضحك معنا والضحك مش حام شي حوايج هضرنا فيهم. المهم تعاملوا اليوم
بشكل عام كان زوين بزاف وطعم راقي وزوين. وعندهم وعندهم ليكم حتى نتوما واحد المتابعين ديالنا اللي غادي يمشيو من طرفنا قلنا بلي غادي يعطوهم حتى هما هديه نحطو لكم ديسكونت المتابعين ديالنا اللي مشى اللي مشى عندهم يقول لهم حنا جينا من خلال يونس واشواق فغادي يعطيوكم ان شاء الله ديسكونت لي زوين وغادي يعطيوكم يعني احسن ما عندهم واخا كلشي ما عندهم صراحه زوين. ايوا هذا مكان كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش ديروا لنا الاشتراك الى عجبكم الفيديو وتحيه. ما تنساوش ما ديروش لايك كما درت الاخرى. ديروا لنا الاشتراك وتفعيل الجرس. ديروا لايك. تحياتي في الفيديو ان شاء الله الجاي.